الانقلاب الثاني يصل إلى مسقط رأس الرئيس هادي أبيان. هل يستكمل الانتقال انقلابه على بقية المحافظات الجنوبية؟ وإلى متى يستمر صمت الشرعية على رعاية التحالف للانقلابيين؟ أهلا بكم. سيطرت ميليشيا المجلس الانتقالي على معسكري الشرطة العسكرية والأمن الخاص بمحافظة أبيان جنوب البلاد بعد مواجهات محدودة مع قوات الجيش والأمن في المحافظة. وقالت مصادر ميدانية إن عشرات الدبابات والعربات الإماراتية تحركت من عدن باتجاه أبيان لإسقاطها في يد الانتقال امتدادا للانقلاب الذي نفذه أوائل الشهر الجاري. الرئيس هادي لم يكن له موقفا مختلفا إزاء مسقط رأسه، بل ترك الجنود يواجهون مصيرهم بلا ظهر ولا دولة يستندون إليها. الحكومة التي تقيم في الرياض أصدرت بيانا حملت فيه دولة الإمارات مسؤولية انقلاب عدن، وهي المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة نصف الحقيقة وتسكت فيها عن النصف الآخر، وهي مسؤولية الرياض أيضا. هادي يترنح في أبيان مسقط رأس الرجل، المدينة التي يفترض أنها الحصن الحصين. بعد أن أحكمت سيطرتها على عدن والضالع ولحج، تتجه ميليشيا المجلس الانتقالي شرقا باتجاه محافظتي أبيان وشبوة. المصادر الميدانية أفادت بسقوط معسكر الشرطة العسكرية في مدينة زنجبار بعد اشتباكات محدودة ووقوع قتلى وجرحى من الطرفين، فيما لا يزال مصير قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد يوسف العاقل مجهولا حتى الآن، وأنباء ترجح وقوعه في قبضة الانتقالي. معسكر الأمن الخاص الذي يقوده العقيد محمد العوبان خاض مواجهات عنيفة مع مسلحي الانتقالي حتى ظهر اليوم، قبل أن تتدخل وساطة قبلية في إقناع العوبان والعقيد أبو مشعل الزامكي قائد الأمن بالمحافظة، في ظل رجحان ميزان القوة لصالح الانتقالي ومن خلفه أبو ظبي والرياض. تقاتل بقايا الدولة في أبيان وحيدة دون سند، مكشوفة الظهر من الرئيس الذي أنجبته هذه الأرض، لكنه خذلها يوم أن لجأت إليه مثلما فعل مع بقية المناطق. اجتياح الانتقالي الجنوبي لمحافظة أبيان يكتسب حساسية خاصة، كون قيادة الانتقالي جلها تنحدر من منطقة معينة لديها صراع تاريخي مع المحافظة، حيث يرى مراقبون أن ما قام به الانتقالي اليوم سيذكي أحقادا ماضية كان الزمن قد رمم أجزاء كبيرة منها. يبدو الانتقالي ماضيا في استكمال الانقلاب على الجنوب مستندا على دعم التحالف، ولا يعيقه أي من تشكيلات الدولة التي يفترض أنها بنيت لحمايتها. الحكومة أصدرت بيانا متأخرا حمل لأول مرة دولة الإمارات مسؤولية انقلاب عدن، ودعاها لإيقاف الدعم عن ميليشيا الانتقالي في جنوب البلاد، لكن اللافت أن الحكومة تحاول التغاضي عن موقف الرياض المتورط أيضا في الانقلاب. اليوم بعد أكثر من 10 أيام على الانقلاب، ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بانقلاب عدن، وذلك في إفادته أمام مجلس الأمن في موقف لن يغير من طبيعة المشهد القائم أو يوقف هذا الخراب الذي يتمدد أكثر وأكثر. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط الحقوقي والسياسي عادل الحسني، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور. أهلا بك. إذن أنت ابن أبيان، ما الذي يحدث في هذه المحافظة والتي هي مسقط الرئيس هادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث في أبيان هو مأساة يعني ممتدة لمسلسل من الدماء ومسلسل من الفوضى منذ عاصفة الحزم التي يرجون منها أن نكون بلدا يعني متطورا، بلدا مدعوم من أخواننا الخليجيين، فنزغوا نسيجنا الاجتماعي وجعلنا يسفك بعضنا دماء بعض، أوجدوا الفتنة اليوم على رأسها في أبيان، فحشدوا من مناطق من خارج أبيان لأن أبناء أبيان رفض أن يقتل بعضهم بعضا، فاستقلبوا من أبناء عمومتنا من الضالع ومن يافع للأسف الشديد، وقبلوا لأنفسهم الرخص أن يكونوا جنودا ضد أهلهم، وسفك الدم الحرام اليوم في أبيان، أكثر من 20 قتيل وثلاثين جريح. مستشفى الرازي الآن يعق بالقتلى والجرحى مع شح الإمكانيات الموجودة فيه والكادر الطبي في مأساة إنسانية، معركة لا ناقة للناس فيها ولا جمل لا فائدة منها، معسكرات ضعيفة جدا طلب منها الاستسلام لكنها
يعني من باب الشهامة والقبيلة رفضت، لأنها هي باقية في مكانها، قالت لهم استمروا في برنامجكم نحن في أماكننا، لكن ما الذي تريدوه منا أصلاً؟ عبث ما بعد عبث. يعني في عدن كان عندهم مسوغ أن الألوية الرئاسية قتلت المتظاهرين في أبين، لا حصل فيها مظاهرات في أبين ولا حصل قتل ولا حصل أي شيء دون أي مبرر دون أي سبب إلا هوس هوس إماراتي تمديد السيطرة وامتداد طبيعي لما حصل في عدن. ألا ترى أنها ربما رد فعل على بيان الرئيس هادي بالأمس؟ ماذا قال هادي؟ الرئيس إيش قال؟ رفض الانقلاب وقال بالطبع شكر السعودية وقال بأنه غير مقبول هذا الانقلاب، يعني البيان المعتاد الذي ربما أعتقد أن الإماراتيين ما عاد اجتمعوا حتى الخطابات هذه، هم ماسكين الأرض. وأنا عجبني صراحة الإماراتيين واضحين، يعني يقولون نحن على الأرض، دباباتنا على الأرض، مدرعاتنا على الأرض، مرتزقتنا على الأرض، واللي رجال يغاثنا وعبد ربه يكمل لهنا في الرياض، أما هم متواجدين على الأرض، هم الأقوى على الأرض. ما هي آخر الأخبار التي وردت إليك من أبيان؟ آخر الأخبار متجهين إلى لودر. لودر. نعم، متجهين إلى لودر، هي المناطق الوسطى التي منها مسقط الرأس عبد ربه منصور. يعني هم كما هو واضح ماضون في يعني محاولة السيطرة على جميع المحافظات كما يبدو للسيناريو. أختي الكريمة، الحقيقة السيطرة هم مسيطرين أصلاً من قبل. يعني الإنسان لما ينظرها بمنظور بر وبحر وجو لأي بلاد، ماسكين هم القوة العسكرية من عدن إلى حضرموت، الثكنات العسكرية ليست من اليوم، من 2016 وهي بأيديهم. هذا عن معسكرات ضعيفة جدا، معسكرات عبد ربه منصور هذه لا تكاد تذكر. الجو هو بيدهم، والبحر الأساطيل كلها بيدهم، من عدن إلى حضرموت بيد الإماراتيين، ومن حضرموت إلى المهرة إلى حدود عمان بيد السعوديين. لما لم يتم تسليحها كتسليح؟ لكن الآن بصورة علنية، الآن الإماراتيين كأن معهم انسحابات أو ضغط دولي أو معاهدات مع إيران، سينكفئوا في أماكن معينة، ولكن أيديهم موجودة. أيديهم موجودة. لا، حتى هم سيبقوا، هم سيبقوا بس في أماكن معينة تحت حقة مكافحة الإرهاب. نعم، لما لم يتم تسليح المناطق التي قلت بأنها معسكرات ضعيفة كما سلحت ألوية الحزام الأمني وبقية النخب بدافع مكافحة الإرهاب؟ هذه جيوش على أساسها جيوش وطنية، يعني تنتمي لحكومة ودولة ونظام وقانون، لكن لم فهي محاسبة. نعم، لم لكن تسلح. هذه هؤلاء مجموعة من المرتزقة. يعني أنت إذا جيت بتحاسبهم حتى تحاسب من؟ ليس لهم أرقام عسكرية، ليس لهم هوية، ليس لهم، هم مثل شركة بلاك ووتر أو شركات عسكرية. رواتبهم من عند الإماراتيين، على فكرة رواتبهم منتظمة، غذائهم منتظم، لهم مطبخ خاص يغذيهم تغذية جيدة، رواتبهم تصلهم أول بأول. بالمقابل الألوية الشرعية هذا التي تهاوى تتساقط، لماذا تهاوى تتساقط؟ الجندي يستلم راتبه بعد 3 أشهر، وإذا استلمه القائد يناصفه فيه، لأن القائد أصلاً جائع، ما عنده تمويل لمعسكره ولا بترول ولا قذاء، فهي معسكرات خوية على عروشها. في المقابل هذه المعسكرات مدربة تدريب جيد من قبل الإماراتيين، ورواتبها، مدرعاتها، عتادها العسكري، نوعية السلاح، نوعية كل شيء منتظم. يعني إذا تابعت بيان الحكومة والذي تم إصداره اليوم بعد 10 أيام من بداية الانقلاب، ما الذي يعني مناشدة الحكومة وشكرها الدائم لمساعي السعودية؟ هل بدر تحرك جاد من الرياض حتى تشكر عليه بهذا الشكل؟ والله الرياض يعني هي والسعودية والإمارات تقاسم أدوار، وكما قلت أنا في قناة الجزيرة 5 ساعات، أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد مثلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدعوا أنوفهم وقطعوا آذانهم، فقال أبو سفيان بكلمات دبلوماسية، قال: أما إنها حصلت في الجيش مثله، أما إني لم أؤمر ولم تسؤني، يعني لست أنا الذي أعطيت الأوامر، وفي نفس الوقت أنا لم أتضرر، مش مستاء. فالسعودية هي يعني هي في الأخير هي قائد عاصفة الحزم، كيف تدخل وسيط؟ كيف أنت تقود عاصفة الحزم وتقود بلاد التي تنضوي تحتك وتقول تنقلب لي في تنقلب لي وسيط؟ مضحكة، مهزلة هذا. نعم، سأعود إليك، ولكن بعد أن ينضم معنا المحلل السياسي البراء شيبان عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك أستاذ براء. اليوم تكشفت بعض المواقف في الخطاب الرسمي للشرعية وللحكومة، هل ترى أنه يتناسب
ما ورد في البيان مع حجم الأحداث في عدن وأبين؟ طبعا الخطاب اليوم هو خطاب مهم، كون انها كانت الجلسه الخاصه الجلسه الخاصه باليمن، تتجاوز هذه المره فقط الادانات الدبلوماسيه الى يعني خطاب واضح حول المجلس الانتقالي ومن يدعمه ومن يموله وغيره. والاهم في هذا ان ايضا الحكومه اليمنيه حصلت اليوم على مساندة كبيرة من مجلس الأمن ومن الدول الأعضاء. المسار الذي يبدو أنه واضح أنه تمشي فيها اليمن هي نفس الأجواء من العام 2015. المجلس الانتقالي يبدو بشكل واضح أنه لن يستطيع انتزاع اعتراف أي أحد، مثلما لم تستطع جماعة الحوثي انتزاع أي طرف، يعني معناته أنه المجتمع الدولي لا يزال يعني ملتف إلى حد كبير مع الشرعية اليمنية. نعم، لكن المجلس الانتقالي انتزع الأرض وهذا هو الأهم أستاذ براء. يعني نعم، يبقى هذا الدور على الحكومة الشرعية، يعني الحكومة الشرعية يبقى الآن أنها تدير الملف بشكل أفضل. الآن يجب أن يدرك الجميع أنه المجلس الانتقالي واضح أنه لن يقف لا عند حدود أبيان ولا عند غيرها، سيحاول أن يتمدد وربما تحاول حتى بعد ذلك أن يتمددوا إلى داخل تعز تحت شعار ويا خطط محاربة الإصلاح. وأعتقد أنه يعني حان الأوان إلى أن يدرك الجميع أنه قد تكون هناك مثلما الكل ملتف لمواجهة جماعة الحوثي، الكل مضطر أنه سيتوحد من أجل حسم المعركة مع المجلس الانتقالي، لأنه بدون انتصار عسكري للشرعية تبقى الشرعية فقط هي بيانات وورق. يعني نعم، ما الذي بيد الحكومة وما هو المطلوب منها تحديدا؟ الحكومة اليمنية هي أمام يعني هناك مسارين، هي أما أنها تحاول أن تضع الرياض والمملكة العربية السعودية أمام مسؤوليتها التاريخية تجاه انهيار الدولة اليمنية، وبحيث أن المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤوليتها الكاملة بشكل أقوى من الذي حاصل، لأنه حتى وقف إطلاق النار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية حتى هذا لم يلتزم به المجلس الانتقالي. والنقطة الثانية أعتقد وهي الأهم هي أن تعود كل المؤسسات وأهمها مؤسسة الرئاسة إلى الداخل، ويخوض اليمنيون نضالهم الوطني من الداخل، وبعد ذلك سيأتي كل المجتمع الدولي إليه. نعم، المعروف أستاذ براء أن الانقلابات العسكرية لا تعود لا بالبيانات ولا بالمناشدات، يعني وربما موقف السعودية قد اتخذ كما يبدو، إذ أنها إما أن تكون ضليعة بالأمر أو أنها رفعت يدها عن الموضوع وتبقى في حكم المتفرج لما ستؤول إليه الأحداث. صحيح، لكن المفارقة هنا أن المملكة العربية السعودية يعني لا تستطيع تحمل تبعات من تقف متفرجة، لأن انفجار الوضع داخل اليمن الآن بشكل مباشر سينعكس عليها، يعني الناس بعض الأحيان غير مستوعبين فداحة الذي حصل. معناته أن السعودية ستعلن للعالم أنها فشلت في حربها ضد الحوثيين، وأن أول مواجهة حقيقية خاضتها مع الجماعات المدعومة من إيران أنها خسرت هذه المعركة. هذه يعني أشبه بلحظة مفصلية وتاريخية بالنسبة للسعودية. المرحلة يعني خطيرة، هي أكبر من مجرد أنها ستقف متفرجة وتعتقد أن المسألة ستقف عند داخل حدود اليمنيين. المسألة الثانية، الحكومة السعودية تعتمد بشكل كبير في تثبيت انتصارها وتحقيق مكاسبها الأقليمية في انتصار الشرعية. إذا نجحت الميليشيات المدعومة من الإمارات في الجنوب، إذا أنت تنفي صفة الشرعية حتى لوجود قواتك داخل الشمال، لأنه بالتالي جماعة الحوثي ستقول للمجتمع الدولي أولا يسلموا يعني ملف بيننا وبين المجلس الانتقالي، مثلما نحن غير شرعيين هؤلاء أيضا غير شرعيين، من لم يسلم المؤسسات الشرعية في الجنوب لن يسلمها لا يتوقع أن يسلمها له في الشمال.
المجتمع الدولي أيضا الآن في هذه اللحظة يحمل السعودية كامل المسؤولية عن ما عن ما عن ما يحصل. وإذا يعني تداعت يعني ساعت الأوضاع أكثر، الكلفة ستكون أكثر فقط من كلفة مالية على المملكة. نعم، برأيك لما لم يتم حتى اللحظة إصدار قرار إعفاء الإمارات من التحالف ومنعها من التواجد على الأراضي اليمنية؟ أنا أعتقد أن هذا القرار تحديدا هو قرار يجب أن هو قرار مشترك، لأنه لا تستطيع أن يعني وبالمناسبة يعني هو الكل يبدو يكون يعني يعرف ذلك الآن، هذا هو ما في صدد التشاور به بين الحكومة اليمنية كل هذه الفترة الماضية، هم يتشاوروا حول هذا الملف تحديدا. فالقرار هذا يجب أن يكون قرارا مشتركا، ولأنه بعد ذلك ما هي الخيارات ومن هم الحلفاء المتبقين للحكومة اليمنية؟ نعم، إذا شكرا جزيلا لك البرا شيبان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ عادل، ما رأيك أستاذ عادل، هل تخشى السعودية من انفجار الوضع في عدن أم أنها ربما ستستفيد من هذه الفوضى، وترى أن السيطرة على الجنوب ربما يمنحها المزيد من الوقت لأخذ حصتها من البلاد؟ بالعكس، أنا قلت سابقا على هذا القناة وأكرر هذا، الحرب في اليمن لها أربع أشياء، هناك لاعب وهناك رابح وهناك خاسر وهناك ضحية. اللاعب الذي يلعب كل هذا اللعب في اليمن هو الإمارات وخلية إسقاط الربيع العربي الذي يسموه في أبوظبي محمد بن زايد ومحمد دحلان، هذا الخلية التي تلعب، ليست تلعب في اليمن فحسب، تلعب في المنطقة كاملة، هي اللاعب الحقيقي. وهناك رابح من هذا الأمر كله الحوثي، وهناك ضحية لهذا اللعب وهذا العبث كله في اليمن، هو من الشعب اليمني. وهناك خاسر على المدى البعيد، وستذكرون كلامي، وهي المملكة العربية السعودية. هل تدرك ذلك؟ هل تدرك ذلك؟ يعني يعقل أن يفوتها هذا الأمر؟ ألا تعلم بأن الجحيم الذي سيحدث في اليمن سيطالها طال الزمن أم قصر؟ والله لو التقيتي بالقيادات السعودية فتقولي فعلا يفوتهم مجاميع من البادية مساكين لمحهم على البركة يمشون. أيعقل ذلك؟ الإمارات والله لعبت بهم، عبثت بهم، محمد بن زايد عبث بهذا الولد، محمد بن سلمان عبث، في الأخير المملكة العربية السعودية في خطر. نحن والله لا نفرح بهذا، لكن هذا هو الواقع، ستكون دولة زيدية ولاءها لإيران في خاصرة جنوب المملكة، وستكون فوضى في جنوب اليمن بهذه الميليشيات المتضارب بعضها بعضا، وتعرفون أنتم الحدود طويلة المدى في جنوب اليمن الممتدة من السعودية. إذن يعني ربما يقال بأن التأخر الذي كموقف من الحكومة الشرعية بأنه تم وعدها من قبل السعودية بأنها ستسيطر على الموقف، وربما تتذكر معي بداية الانقلاب بأنهم قالوا أمروا الانتقال بالانسحاب، وبدأت الإعلام يروج بأن الانتقال ينسحب في بينما ظهر الانتقال يقول بأنه لم ينسحب ولن ينسحب من أي مقر. هل إبرة التخدير هذه التي منحتها السعودية للحكومة الشرعية هل كانت مقصودة؟ والله في طرفة هنا ذكرتها على صفحتي في الفيسبوك، يعني في رجل عجوز، يعني مثل الحكومة اليمنية، عجوز ضعيف ما عنده قوة ولا عنده قدرة ومعه أطفال مساكين، وفي سارق دخل المنزل وبدأ يعبث في هذا البيت، فالأطفال يقولوا لوالدهم في سارق دخل المنزل ويعبث بالمنزل، فقال تحداه يسرق، قالوا له سرق وعبث بالمنزل، قال تحداه يخرج، قالوا له أخذ كل ما في المنزل وخرج، قال تحداه يرجع مرة ثانية. فهذا هو حال الحكومة اليمنية، احنا من 2016 احنا نصيح هذا الكلام، أنا اعتقلت في 2016 على نفس الكلام الذي أقوله اليوم على شاشتكم، أن هناك عبث، هناك خروج عن مسار عاصمة الحزم، هناك خروج عن عادة الأمل، هناك خروج عن قرار مجلس الأمن 2016، هناك مطامع خليجية واضحة، هناك احتلال، هناك تعسف، هناك ميليشيات خارج إطار الدولة. الآن ذكرت الحكومة، لكن عسى أنها تدرك بعض.
هناك من يقول بأن يعني ربما عدم مكاشفة الرئيس هادي بما يحدث خاصة من الجانب السعودي الذي ربما أنه تم خداعه في بأن الانقلاب انسحب وبأنها ستسيطر على الوضع، بأنه لا حلفاء حقيقيين للرئيس هادي، لا دور سياسي سابق له، لا حزب، لا قوة عسكرية، وعلى مستوى المجتمع الدولي عمليا لا يوجد لديه أحد إلا أن يتمسك بالسعودية. للأسف الرئيس هادي أنا أقولها حقيقة يعني طمع الملك وعشق الملك، فهم أقنعه السعوديين أن أي حلول سريعة للحرب في اليمن سيكون هو خارج، فمستمرين في هذا العبث وبرضا هادي حتى يبغى رئيس شكلي للبلاد، رئيس بلا صلاحيات، بلا أرض، بلا حكومة، بلا شيء. لكن هم يعني يوهمونه أنه إذا تمت أي حلول سيكون هو أول ما المتخلين عن أول الخارجين عن، وفي الحقيقة أنه إذا كان التف حول شعبه وحول حكومته وحول النخب السياسية، أن النخب السياسية والشعب ربما يعطون هذه فرصة أكثر للعبور بهذا. هل ما زال الأمر بيده؟ هل فعليا ما زال الرئيس هادي قادر على الانسحاب من التحالف والعودة لشعبه واتخاذ موقف آخر، أم أن هذا الأمر لم يعد بيده بتاتا؟ الحقيقة أنه بيده، ولهذا السعوديين يعني هذا نقطة مهمة جدا، حصروا قرار اليمن في شخص وهو في هادي. البرلمان معطل، الحكومة لا يسمح لها أن تكون في البلاد، الصلاحيات كلها بيد هادي، حتى نائب رئيس الجمهورية، حتى مجلس النواب، حتى رئيس الوزراء، لا يتم أي تعيين أو إخراج أو أي شيء إلا بهادي. فحصروا كل شيء في من؟ في شخص هادي. شخص هادي محصور في من؟ في القرار السعودي. فهنا الأمر مرتب تماما، يعني السعوديين حافظوا على هذا الرجل حتى ما خلوه يروح اليمن، في أيديهم ويمررون به كله. إذن يظهر على شاشة قناة بلقيس عاجل وفد المجلس الانتقالي التابع للإمارات برئاسة عيد دروس الزبيدي يصل إلى السعودية. هل إلى جدة؟ هاني بن فريك لأنه مطلوب للمحاكم، رفضت أن تقبل المملكة العربية السعودية. نعم، هل تحولت السعودية إلى مجرد راعي أو وسيط؟ قلت لك يعني كيف أنت، هو عاصفة الحزم، من الذي أعلن عاصفة الحزم؟ أعلنتها المملكة العربية السعودية، أعلنها السفير السعودي من واشنطن، وأقنعونا أنهم حلفاء لليمن، والتفت الناس حولهم، ولا الشعب اليمني كان مش قادر يقاوم على عبد الصالح والحوثيين حقيقة، هم يملكون الجيوش، يملكون، وربما كانت اليمن ستدخل في حلول سياسية أبرك لها مما حصل اليوم. فقادت عاصفة، لكنها عصفت بالجميع، عصفت بالشعب اليمني، وعصفت بالأحزاب، وعصفت بالنخب، وعصفت بالجميع، لم يكن أحد متضرر دون الآخر. فالسعودية ليس لها بوصلة واضحة في اليمن إلا مزيد من العبث، ومزيد من الفوضى، ومزيد من الدمار، إلا أن يتدارك اليمنيون أنفسهم بأنفسهم. وأنا أكرر وقد كررت هذا الكلام، أن يلتقوا في منتصف الطريق، يتنازل بعضهم لبعض، ويجدوا حلول لحقن هذه الدماء ولوقف هذه الفوضى الموجودة في اليمن. هل يعتبر ما يحدث من قدوم عيد دروس الزبيدي للحوار تمكين للانقلاب عمليا وتحويله إلى طرف يجلس على طاولة للحوار وربما شريك في السلطة مستقبلا؟ والله هذا الطرف يمثل محمد بن زايد. محمد بن زايد في الحوارات السابقة كانت الشرعية هي من طرف السعودية، والحوثي الذي هو أيضا امتداد لإيران من الطرف الآخر. فمحمد بن زايد أنشأ له هذا التيار وهذا المجلس التابع له، كل تموينه وتدريبه وتأهيله وأعلاميه كلهم من الإمارات العربية المتحدة. فهو سيكون ممثل محمد بن زايد في أي حصة مستقبلية في أي تقاسم أدوار في اليمن، هؤلاء هم الذين يمثلون التيار الإماراتي. لا أقل أكثر. إن لم يكن هذا برغبة السعودية، يعني المستغرب أنه في 2018 في أحداث يناير السعودية أخرجت قوات المجلس الانتقالي التي توجهت للمعاشيق بأمر واضح وتم تنفيذه فورا. الآن ما الذي يحدث؟ يعني مجرد تمويه وهناك أوامر، يعني لا يوجد جدية في اتخاذ القرار، لماذا؟ والله الإمارات هي الأقوى على الأرض من السعودية، الذي يعتقد فرضت شروطها الإمارات. نعم، الإمارات هي الأقوى على الأرض، والسعودية منذ البداية لم تستطع أن تخوض الحرب بمفردها،
تخلت الدول العربية كلها عنها إلا الإمارات بشروطها أنها تبقى من في الساحل. طبعا هذا الكلام الذي أقوله لكن اليوم قاله ضابط إماراتي في 2016، وأنا سبق وقلت هذا الكلام مرارا، قلت أن هناك اجتماع حصل على السفينة في البحر وأتوا بقيادات المقاومة واستدعوهم، أنا رفضت أن أذهب. وتكلم الضابط الإماراتي بصريح العبارة، قال نحن عندنا مشروع سنمتد من ساحل حضرموت إلى ساحل حديدة، ستتوقف معركتنا في الحديدة، هذا في 2016، وعندنا مكافحة الإخوان المسلمين مش الإرهاب الذي لا لا هو لا جاء الحوثي ولا جاء يقول الإخوان المسلمين عندهم فكرة، هم استعانوا بمركز دراسات يقودة توني بلير، قال لهم هذا المركز أن الخطر الحقيقي لهم على ملكهم هم حركة الإخوان المسلمين، فاتجهوا إلى محمد مرسي ومصر وأسقطوا الإخوان واتجهوا لليبيا اليوم يحاربون جهارا نهارا، واليوم في اليمن هذا مشروعهم، والمعركة لن تنتهي في أبين ولا في عدن، رغم أنها المعسكرات التي هي في عدن وفي أبين هي لا تنتمي للإخوان المسلمين، المعركة الحقيقية التي ستكون بينهم هي في تعز وفي مأرب وفي سيئون، لأن هذه المعسكرات فعلا الإخوان المسلمين موجودة. إذا اسمح لنا أن ننضم معنا عبد الرقيب الهدياني الصحفي. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور عافية. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. ورد في خبر عاجل بأن وفد المجلس الانتقالي التابع للإمارات برئاسة عيدروس الزبيدي يصل إلى جدة، ما هي معلوماتك؟ نعم، مصادر سعودية وأخرى في المجلس الانتقالي أكدت أن عيدروس الزبيدي على رأس وفد يمثل المجلس الانتقالي وصلوا إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي أطلقها فقطها السعودية في هذا الصدد بعد أحداث عدن. واضح أن المجلس الانتقالي بعد أن يعني تمكن من السيطرة على إقليم عدن وأبيان ولاحق والضالع تقريبا إجمالا إقليم عدن تحت سيطرة الميليشيات المجلس الانتقالي وهي مناطق الحزام الأمني الذي أنشأ في الإمارات، سيذهب بهذه الورقة حتى تكون رادحة في أي مفاوضات أو حوار وتحديدا حوار لقاء جدة بهذه الورقة لينطبق شروطه ولديه قدم راسخة على الأرض حتى يفكر الزبيدي، وفي الساعات القادمة ربما يستكمل السيطرة على أبيان. قبل قليل هناك توتر في مدينة ليبيريا فلويدر شمال شرق الزنجبار بين الحزام الأمني واللواء 115 الفرع الشرعية، بالتالي عيدروس الزبيدي بعد أن أنهى مهمته أو لنقل أصبحت في يديه أوراق رادحة يعني ذهب إلى الرياض جدا. نعم إذا كتبت أن محافظة أبيان معقل رئيس الجمهورية وزير داخليته ورئيس أركان جيشه و50% من قوام الجسد القيادي السياسي والعسكري للدولة داخليا وخارجيا تسقط في يد ميليشيا قروية متمردة في نصف نهار، ما دلالة هذا التهاوي السريع برأيك؟ يعني ما حصل اليوم في أبيان كان صادما، يعني كارثة يعني على الجمهورية على الترعية على الوطنيين على الأحرار أن تتوثق هذه الميليشيات أن تتمدد. الرئيس هادي ظل خامسا، الحكومة الشرعية ظلت خامسة، الميليشيات بنيت وجهدت وأعدت أمام أعين الشرعية والغيورون يصيحون ويصرخون. اليوم يعني التوجه إلى أبيان كانت ذات معنى من قبل المجلس الانتقالي وميليشياته لمزيد من إذلال وإهانة رمز هذه الشرعية وهو الرئيس عبد الرب منصور هادي. فمحافظة أبيان التي تعتبر حاصرة عدن أراد المجلس الانتقالي أن يسيد انتصاراته في عدن بهذا الانتصار الجديد في أبيان.
أبين هي يعني من معقل رئيس الجمهورية ووزير داخلية رئيس أركان الجيش، يمكن إليها الكثير من القادة العسكريين والدبلوماسيين والسياسيين والوزراء، يعني تسقط ساعة نهار، أين المعسكرات؟ أين القوات؟ أين لماذا تركت هذه المحافظات هكذا؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا تركت الشرعية برموزها لمحافظاتها بناسها رهينة للميليشيات التي سلحت ودربت وجميع لها السلاح والعتاد والقوة، ويعني إضرار كبير للجمهورية وللشرعية ولنا كمواطنين يمنيين. أمر هذه الميليشيات القروية تتحرك بكل أريحية وبكل انتفاشة، انتفاشة كبرى اليوم، نحن اليوم أمام انتفاشتين، انتفاشة الميليشيات المدنية الانتقالي، ونحن لا زلنا نعاني ونتألم من انتفاشة ميليشيات الحوثي. هذا ما كان ليحدث لولا الأداء السيء لمؤسسة الرئاسة والحكومة، كانت هناك أوراق كثيرة في يد الرئاسة في يد الحكومة، الورقة الشعبية اليوم سقطت، كانت عدم تغني وتتحرك شعبيا في قطرة تتحرك، النهرة حتى الآن لا زالت تتحرك شعبيا وتغني، ومع ذلك الحكومة والرئاسة لا يلتقطون هذه الأوراق ويصبرون ويعني يسكتون ويخلصون حتى تذهب هذه الأوراق من أيديهم ونصبح وجها لوجه مع هذه الميليشيا. قد يعني أخذت الأرض من بين أرجلنا ومن تحت ومن بين أيدينا، هذا واقع مرير. نعم، هناك من يقول أستاذ عبد الرقيب بأن هذه الحزائم كما حصلت اليوم. نعم، هناك من يقول بأن الأمر مرتب له من قبل قيادات عليا في هرم الشرعية، هل هذا فعلا ما حدث؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد يعني أن الموضوع عبارة عن خيانة بقدر ما هو عبارة عن ضعف يعني إرادة وعدم المبادرة يعني تسخير الامكانات والقدرات. الشرعيه هي كانت ورقه رابحه واقوى، اقوى من كل هذه الترسانه واقوى من كل هذه الميليشيات واقوى من هذا التدخل ومن هذا التغول الخارجي. الامارات والسعوديه جاءت الى اليمن موجب غطاء قانوني وصله الرئيس عبد الرب المنصور هذه 4 سنوات وهم يعني يقتصون الارض وهم يدمرون مؤسسات الدوله وهم يعني يهينون الشرعيه والوزارات والحكومه، ومع ذلك اداء الرئاسه كانت سيئا. اليوم نجني نتيجه طبيعيه لهذا الاداء السيء لهذا العجز المقهي من قبل الاراده السياسيه. نعم نعم، إذا يعني كيف تفسر برأيك موقف الشرعية خاصة من التحالف بعد كل هذا الانكشاف؟ يعني صمت السعودية على ما حدث، دور الإمارات والذي بات واضحا بشكل غير مسبوق، ما هو تفسيرك؟ طبعا الحال الذي وصلنا إليه يعني صادم، والتحالف الذي يعني فيما به لمساعدتنا اليوم اذا به مشكله كبرى يذبح هذه الشرعيه، يعني واقع مرير، يعني خذلان وطعنه في الظهر. لكن مع كل ذلك نحمل الحكومه الشرعيه، نحن كشعب وكمواطنين وكشرعيه يمنيه لدينا مؤسسات، هذه المؤسسات لم تتعاطى مع التحديات مع الاخطاء التي ظهرت بجديه. لو كان هناك تصويت للانحراف الذي بدا من قبل الامارات وصمت المملكه العربيه السعوديه، لو كان هناك حس وطني وشعور وطني يعني لما وصلنا الى هذا الانحراف الكبير. منذ اليوم الاول عندما انحرف خط التحالف وبدات الامارات بانشاء هذه المكونات الميليشياوية خارج سلطة الدولة وخارج القانون وخارج الشرعية، يعني كان الأمر واضحا، الناس العرب بأمر جلل بأمر كارثي. صمت الحكومة الشرعية تحديدا أوصلنا إلى هذا الواقع.
يعني ما كان يجبر هؤلاء على ان يسيروا في هذا المشوار ان ينحرف وان يهينوا شعبنا وحكومتنا وشرعيتنا، لو ان الشرعيه تنبأت وكانت عند مستوى المسؤوليه وتقبلت الشجاعه وايقنت انها امام مسؤوليه اخلاقيه وقانونيه امام شعبها اولا، هي المسؤوله عن كل هذا الواقع، ان تقف وقفه مسؤوله وتمنع هذا الانحراف من بداياته، لكن للاسف ادائنا اوصلنا الى هذا الحال. نعم. إذا شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذا أستاذ عادل، يعني كما هو واضح ما حدث ويحدث من يعني تراخي للشرعية، فسر بعضهم فسروه بخيانة وبعضهم فسروه بضعف، أنت إلى أي طرف تميل؟ هناك ضعف، هناك خيانة. هناك، أنا سبق وقلت هذا الكلام، أن في اختراق، هناك خلية شكلها الإماراتيون موجودين في القاهرة والتقوا بقيادات في الشرعية، اخترقوهم، صرفت لهم الفلل، صرفت لهم الإمكانيات، صرفت لهم، في المقابل لا توجد يعني رؤية واضحة للحكومة على الأرض، مؤسسات واضحة حتى يتم الانتماء إليها، فالقضية أصبحت نوع من الاسترزاق. لكن هناك لا زالت بقية في الحكومة الشرعية وفي غيرهم من أبناء اليمن الذين ينتمون لدينهم، لبلدهم، لوطنهم، لهويتهم، ولم يرضوا بهذا الذل. لكن في المقابل هرم الشرعية فيه ضعف. إذن الأمم المتحدة على لسان مبعوثها نددت بأعمال المجلس الانتقالي بشدة، وقال المبعوث هذا التصعيد يمكن أن يفتح المجال أمام عودة التنظيمات المتطرفة والإرهابية في عدن وأبيان وانتقال العنف إلى مناطق أخرى في جنوب البلاد. كيف ترى موقف الأمم المتحدة؟ والله المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه ما يريه اليمن. الإماراتيين صدروا أنفسهم على أساس أنهم يكافحوا الإرهاب في جنوب اليمن. كم عدد الإرهابيين في اليمن؟ كم عدد الإرهابيين في جنوب اليمن؟ في اقصى يعني احصائيه عند الامريكيين انهم لا يتجاوزوا 2000 شخص. لن يخرج محمد بن زايد من هذه المناطق التي يعبث بها الا وهم بالالاف. هذه السجون التي تملا بالابرياء ويتم التعذيب فيها، هذه البيوت والحرمات التي تنتاك وتداهم، هؤلاء تلقائيا يتحولون الى وحوش والى إلى من إلى إلى أي طرف أن يستقطبهم. السلاح موجود والحركات موجودة والجو خصب والفوضى فالوضع خطير، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك هذا الأمر، أن الذي اللاعب الحقيقي الذي صدر نفسه كمحارب للإرهاب أنه هو الذي يصدر الإرهاب. هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي الذي ربما الأمم المتحدة أصدرت قرارات لم تستطع تطبيقها على الحوثي، هل يمكن أن يطبقوا شيء على المجلس الانتقالي؟ لا يوجد حاجة اسمها المجلس الانتقالي، يوجد شيء اسمه الإمارات، هو الذي أنشأ هذا المجلس وهو الذي يستطيع أن يطفي هذا المجلس في لو وقفت عليهم صحن الرز، ما يملكه صحن الرز الذي يأكله الحزام الأمني، لا يملكه شيء، لم تسلمهم شيء إلى الآن. أنا أسألك، هل اعترفوا بهم حتى مجرد اعتراف؟ لا. هل أعطوهم الموانئ؟ لا. هل أعطوهم المطارات؟ لا. هل أعطوهم يعني حصة رسمية من النفط الذي يأخذونه عبر ميناء الضبة؟ الأسماك والثروة السمكية في البحار كلها تعبث بها الحكومة الإماراتية، وهم شركات أمنية حراسات على الإماراتيين وعلى مصالحهم وتنفيذ برامج وأجندة محمد بن زايد. لو كان الخليجيين يعني عندهم فكرة انفصال كما يظن البعض، ما فيش فكرة انفصال، بيجمعوا المكونات الجنوبية سواء كان الائتلاف الجنوبي، مكون باعة ومكون العطاس وعلي ناصر، وهذا المكون أيضا الذي فيه عيدروس الزبيدي وجماعته، سيجمعونهم على رأي واحد وستكون هناك رأيات لإقليمين أو انفصال أو أقاليم. ويعلن الانفصال ويتم الاعتراف. لا يوجد هذا الشيء. نعم. كذب. طيب. فقط برامج وأجندة، وهؤلاء حراس عليها لا أقل ولا أكثر. نعم. برأيك ما الذي يلي أبيان؟ هل سيستمر الانتقال بالتمدد العسكري أم أن اجتماعات الرياض ستثمر عن شيء آخر؟ لن تنجح وهي عبارة عن ذرة رماد في العيون. وستستمر الإمارات في بسط سيطرتها على جنوب اليمن بهؤلاء، وستستمر السعودية في بقائها في المهرة، وستستمر هذه المهزلة إلى أن
يعي أبناء الشعب اليمني أنهم وقعوا في بئر مظلمة بسبب هؤلاء الخليجيين. نحن بالأمس للأسف كنا نفرح بالقصف الذي في الشمال، وقول الحوثيين والقصف في الشمال، وهم قصفوا بيوت آمنة وقتلوا مدنيين ونحن نفرح ونطبل. جاء الدور علينا، جاء الدور علينا اليوم العبث في الجنوب، اليوم ما عاد فيش معارك في الشمال، القتل في أبين والقتل في عدن، وقد سترينه في شبوة وبعدها في المهرة. وكما ضحكنا وفرحنا على أخواننا في الشمال بحجة الحوثي، مع أن الحوثي هم الذي أدخلوا صنعاء القرض، هو جعل اليمن بلد ضعيف ومزق، دمروا بنية التحتية، دمروا القصور، أضعفوا الجيش، دمروا المدرعات، دمروا العتاد العسكري، وجعلونا صراع ضعفاء ينهش بعضنا بعضا ويأكل بعضنا لحم بعض. إذن وزير الدولة للشؤون الخارجية للإمارات أنور قرقاشية ورد مرحبا بالحوار بين اليمنيين، وأن الأولوية هي للتصدي للانقلاب الحوثي. ما الذي يريده أنور بمثل هذه التغريدة برأيك؟ والله إنها لمن عجائب الدهر أن مسؤول إماراتي يعني يتكلم ويقرر مصير الشعب اليمني. ليست المرة الأولى عموما، ولكنها يعني هذا من غرائب وعجائب الدهر، وإلا من يكون هؤلاء؟ ما هو حجمهم؟ ما هو قيمتهم حتى في العالم؟ لكن جاءوا على بلد مجروح، بلد يعني أنهكتها الحروب، فحق لهم أن يكبروا في هذه اللحظة. لكن يبقى الصغير صغير ويبقى الكبير كبير. سيعود اليمن إلى مجده، سيعود إلى تاريخه، سيعود إلى حضارته، سيتماسك بإذن الله سبحانه وتعالى وسيلفظهم إلى مزابر التاريخ. نعم، أخيرا كيف تقيم رهان الشرعية التحالف؟ يعني ما زالت تثق بالسعودية حتى الآن؟ يعني رغم كل المعطيات الواردة لم تتبنى أي موقف ضد الإمارات حتى اللحظة أيضا. وسيستمر هؤلاء للأسف الشديد، يعني هم مجرد أسرى عند السعوديين، لم يعد لهم قرار حقيقي وصادق. إذا كانوا جادين، إذا كانوا صادقين يعودوا إلى أرض الوطن، يعودوا إلى سيئون وإلى مأرب، يفرضوا أنفسهم على الأرض، ويتعامل معهم المجتمع الدولي، يتعامل معهم الكل، الناس تتعامل مع القوي والذي على الأرض. أما كلام فاضي في جدة ولا في الرياض لا يسمن ولا يغني من جوع. يعودوا إلى الأرض، يعودوا إلى مأرب أو إلى سيئون أو إلى أي مكان، ستلتف الناس حولهم. الناس تريد دولة، تريد مؤسسات دولة، تريد نظام، تريد جيش، تريد قانون، ما تريد تصريحات وبيع كلام في الهواء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عادل الحسن الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.